se disputer les images de tous les événements, quels qu'ils soient. استكمال تحرير المشهد السمعي البصري مسألة حتمية ولا يعني لا يمكن مراجعة يعني تجاهلها على المستوى يعني العملي. الآن المراجعة ديال قانون الاتصال السمعي البصري والمراجعة ديال القانون ديال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يمكن تأسس الشروط لعملية التحرير المنشودة. هذا من اختصاص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ينبغي أن نوجه السؤال للهيئة. مازالت عندنا بعض التحديات مثلا على المستوى اللغوي، قضية ديال الاستعمال الدارجة في المسلسلات المدبلجة اللي هي مخالفة لدفتر التحملات. واليوم حنا أنوه أنه القناة الأولى الدبلجة الدارجة وقفتها. الدارجة هي جزء من المقومات الثقافية المغرب، بالتالي تستعمل في الإنتاج الوطني، تستعمل في النقاش السياسي. أما في الدبلجة لإنتاجات أجنبية كتكون عنده أثر اقتصادية وثقافية لا يمكن استهانته بها. نفس القضية النموذج الاقتصادي ديال المقاولات الإعلامية اللي كيواجه تحديات وهشاشة وكيعيش مخاطر بسبب يعني الإشكاليات اللي مرتبطة في العلاقة بالإشهار، الإشكاليات اللي مرتبطة بعض الواجبات المالية اللي مرتبطة بالترددات وغير ذلك. ولهذا هنالك حاجة للعمل على مواجهة هذا التحدي الاقتصادي. أيضا كاين تحديات ذات طبيعة تكنولوجية مرتبطة بالثورة التكنولوجية والثورة الرقمية واللي كتفترض تفرض علينا أننا نشتغلوا لمواجهتها. السياق التاريخي غادي في اتجاه أن يبقى يعني تعتارو خاص للتلفزيونات ديال الخواص متخصصة، لأن هذيك هي اللي من الناحية الاقتصادية جميع الحالات اللي كاينة في العالم عطات الدليل بأن هذي يمكن لها تنجح وتدوم. لا ما غاديش نلونسيو أبيل دوفر حنايا، أولا بعد عندنا النص ديال القانون ديال السمع البصري مازال ما كمل، هو في النقاش بيننا وبين الحكومة، عاد غادي يدخل لمجلس الحكومة، عاد يمشي للبرلمان ونشوف واش دابا شهرين ثلاث شهور إلى آخره. ثم ثانيا خصنا ننتظروا الحكومة واش غتعلن، لأن هي اللي عندها الأسبقية، تعلن عندها إن بوليتيك بيبليك غتقول خصنا كذا. ولكن كاين بعض المسائل اللي كتدفع بأن هذا الشيء وارد لا محالة. علاش؟ لأن عندك الجهوية المتقدمة، الجهوية المتقدمة اش غادي تجعل؟ غادي تجعل بأن إنسان اللي كان مرأس جهة خصو يخمم في تلاحم هذه الجهة، أنه يعرف أطراف الجهة بعضياتهم، لأن ما معروفينش مثلا الناس ديال المحيط الأطلسي اللي تابعين ناحية مراكش ما كانوا كيتعرفوا مرة في الشهر في الصيف. دابا الان غادي يولي تداخل اقتصادي، تداخل اجتماعي، تداخل ثقافي الى اخره. هذا الشيء خصو واحد اللحمه الاعلام يقدر يلعب فيها دور، الاذاعه تلعب دور ولكن حتى التلفزيون يلعب دور. الى جا شي انسان اللي عرف كيفاش يدير الكونسيبت انه يكون سيبلي على هذيك المنطقه وعلى قدراتها ولا اخره، واللي غادي يكون في 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 الحوكمه او في حكمه هذه الجهه غادي يفكر بان خصو الاذاعه. نعطي مثال اخر، الدار البيضاء السكان ديالها قد الدنمارك. الدنمارك شحال عندها من تلفزيون؟ عندها اكثر من 17 تلفزيون. الدار البيضاء ما عندهاش تلفزيون ديالها، ما هي محتاجه للتلفزيون اللي يكون ديال القرب على الدار البيضاء ككل، لان بلد يعني. فاذا هذا هو الافق اللي كيبان لي حتى الان.